السلام عليكم، عافاك اللي التحق. اكد لنا واش الصوت الصورة مزيان. الصوت الصورة هما هادوك. داكور سامر. الور نحاول نعينو على ما يلتحق الشباب. ساعة نبداو إن شاء الله. مرحبا خينا، مرحبا هي الأولى. دونك نحاولوا نعينوا الشباب على ما يلتحقوا ان شاء الله، ونبداو باش تعمل فائدة. الو مهم ناتوندون، رمضان مبارك كريم سيدي، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله، والله يحيد علينا هذا البلاء او الوباء، نخرجوا سالمين منه ان شاء الله. بهذه المناسبة بعدا تنوجه التحية لجمعية صناع الأمل والأعضاء ديالها التي سهروا على تنظيم تاع هذا الملتقى التوجيهي الرقمي، باش يحاولوا يقربوا المعلومة وتكون اكسيسيبل لجميع الناس، دونك سيرتو اللي في مرحلة ديال البكالوريا او ما بعد البكالوريا، سيرتو في هذا البيريود تاع الكونفينمون، ساشون كو توجيه شي حاجه اللي دونك ديسيزيف ولا ديتيرمينيست في الباركور تاع اي واحد، دونك ما خصناش نستهزئوا بها. يعني ومن هذا المنبر تحيه وتنجه التحيه حتى لاصدقاء الدراسه ورفقاء الدرب اللي رافقتنا معاهم دونك طيله المشوار الدراسي من الابتدائي الاعدادي حتى التاهيلي. شباب صافي سي بون نبداو، تنتسنى التأكيد من عند سي الموديراتور. دونك الشباب واش نبداو ولا مازال؟ الور اليوم ان شاء الله غنحاولوا دونك نهضروا على دونك الـ EMPT، المعهد الوطني للبريد والمواصلات،
وعلى حتى دونك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا إن شاء الله. هذا هو الموضوع ديال هذا اللايف، كنا نطوندو على ما يتحقوا الناس ونبداو إن شاء الله. مرحبا مرحبا، غنبداو ان شاء الله وغادي كل شيء غادي يتم. دونك شباب نبداو على بركة الله. حتى انا ما عرفتش واش وصلنا لك عدد المشاهدات باش نحاول نبداو. دونك السلام عليكم. دونك اول حاجه قبل ما نبداو هذا البريزونطاسيون ولا هذا اللايف، حاول نديرو ستركتور، زعما ستركتور. اول حاجه غنبدا بواحد البريزونطاسيون بريف على مون باركور، ابخي ندوز غنهضر على الكلاس بريباراتوار، على الاقسام التحضيريه، دونك لو ريجيم ديتود فيها، دونك لي كونديسيون داكسي. ابخي نهضروا على دونك لو سي ان سي او بيان لو كونكور ناسيونال كومون، المباراه الوطنيه المشتركه اللي تندوزوها ابخي الاقسام التحضيريه. وغادي نابورديو واحد دونك لي ام بي تي او دونك لانستيتيو ناسيونال دي بوست دي كوميونيكاسيون، لو ريجيم زعما لو ريجيم ديتود، دونك لي نوفيل فيليير، دونك لي عاد حطات سورتو في التكست نتاع هادشي ديال الديجيتاليزاسيون، دونك لينيسياتيف نتاع جو ديجيتال كي تي اونطامي. و ابخي نحاول نجاوبو ماكسيموم على دونك لي كيسيون او فيغ ا ميزور، دونك نديتايو من بعد ان شاء الله. الور الاسم عماد السراج، دونك من مواليد مدينة الريصاني.
حاصل على بكالوريا شعبات علوم رياضية مسلك اف من ثانوية الأميرة ليلى سلمى. دونك التحقت بعد ذلك بالدراسة دونك بالأقسام التحضيرية المدارس العليا دونك بمدينة مكناس دونك بمركز دونك ابن غازي. ابخي من خلالها دونك دوزت المباراة أو المباراة الوطنية المشتركة دونك لو سي ان سي اللي خولني من بعد أنني نلتحق بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط اللي قضيت به 3 سنوات اللي من خلاله توجت دونك بدبلوم مهندس دولة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دونك في الصيغة القديمة حيث دابا نقولو دونك دابا ريجيم ان نوفو ريجيم ديتود اللي غادي نعاود نحاول نتغير من بعد ان شاء الله. الوغ ندوزو نهضرو على دونك الاقسام التحضيريه لي كلاس بريبا باسكو لا ترانزيسيون مثلا من الباك قبل ما نوصلو لي ام بي تي ضروري خصنا ندوزو من دونك من الاقسام التحضيريه اللي هي دونك لا فوا تنقولو لا فوا رويال فيغ دونك لي غون زيكول. الوغ الاقسام التحضيريه تدوم الدراسه فيها 2 سنين تتم في مراكز تسمى مراكز اقسام تحضيريه تكون ثانويه تاهيليه جو بونس ديال التقسيم الجهوي الجديد الناس ديال اقليم الرشيديه اقليم ورزازات جو بونس غيكونوا تابعين للظاهر اللي فيه الشعبات ام بي سي ام بي مات فيزيك سيونس انجينيوري دونك ام بي مات فيزيك الى ما زادوش دونك دي فيليير جداد دونك المقاعد جو بونس يكونوا في تقريبا في دونك ان اوتر ايبوك كانوا تقريبا كنا ديك الساعه حنا تابعين دونك الرشيديه ومكناس كانوا عدد الوغ في التقسيم الجديد جو بونس هي الرشيديه دونك في السونتر تاع الرشيديه دونك عدد جو بونس 70 مقعد اللي تتبارو عليه في شعبات دونك ام بي اس اي ام بي. لاكسي لهاد الشعبات يعتمد على واحد الكوطا اللي تقريبا تناخدو 90% من الناس عندهم بكالوريا علوم رياضيه و 10% من الناس علوم فيزيائيه. الور لاكسي تعتمد على واحد ان سيستيم دو نوتاسيون او واحد ان موين لي هاد كومون دي واحد الفورمول اللي تنحسبوها باش نحاولوا نكلاسيو مثلا دوك الناس اللي في الباك اللي بغاو مثلا يلتحقوا بالاقسام التحضيريه اللي المهم فيها واحد سكون ابيل ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 واحد سيستيم دو قمال الفورمول ما قلتش عليها اكزاكت المهم تقدروا المهم الانترنت المهم اللي تتعتمد تاخد على موين ديال ليكزامان ريجيونال ولا موين تاع ليكزامان ناسيونال ولا نوت نتاع كيلكو ماتيير ساندربون في دي كوفيسيون سافوار واش المات فيزيك دونك الفرونسي نحسبوا ديك دونك لا موين ومن بها باش نكلاسيو دونك الدراري اللي غادي يلتحقوا بالمهم بالاقسام التحضيريه. دونك كيف ما قلت الاقسام التحضيريه الدراسه تطول فيها دونك 2 واحد افيك واحد ان ريجيم دونك تري انتونس تيكون دونك دي كور ان بو زعما في الماتيماتيك الفيزيك سيونس لانجينيور دونك الفرونسي فيلوزوفي الشيمي وحتى دونك تراديكسيون ترجمه الانفورماتيك وهادو هما المواد اللي تنمتحنوا فيهم من بعد ما تنسالوا ديك 2 دونك في سي ان سي دونك في المباراه الوطنيه المشتركه. المهم النصيحه اللي غادي نعطيها زعما بوين دو في بيرسونيل هو انه الواحد خاصو ديما كيكون دونك ميزاجور فيزافي دوك لي كول اللي تنقراو باسكو الكونترول كونتينيو جو بونس راه تقريبا كل 3 سيمانات يكون ان كونترول كونتينيو في شي ماده كو سوا في المات ولا الفيزيك ولا سيونس لانجينيور تيكونوا حتى دوك لي تي دي دونك لي ترافو ديريجي دونك لي دي ال لي ديفوار ليبر لي دي اس دونك خاص ديما الواحد يكون دونك اجور يحاول شي يخلي دوك لي كورس دونك تيتكوميلا دونك تيتكوميلا عليه. ونصيحه بالنسبه للناس اللي ديك الساعه فاش نسالو ديك 2 تندوزو دونك لو كونكور ناسيونال كوما تنمتحنوا في هذا الشيء اللي قرينا طيله دوك 2 دونك في المات في الفيزيك سيونس لانجينيور قلت لانفورماتيك فرونسي فيلوزوفي دونك لونغلي دونك تراديكسيون واحد حاولوا انكم ما تستهنوش مثلا ب المهم بين قوسين تنقول لهم دوك المواد الثانويه يعني كاين اللي تركز على الرياضيات الفيزياء صافي علوم المهندس حيت راه تقريبا تيكون نيفو المهم بلوس او موان متقارب كاع بين لي كونديدا كاملين
دونك شكون اللي تيدير الفرق هما هذوك لي زوطخ ماتيير، ومزيان الواحد انه يكون متكامل زعما في هاد لي ماتيير دونك كامل. الور من بعد تندوزو داك لو تنحاولوا ان من بعد جو بونس حيت دابا في الصيغه القديمه كان تندوزو داك السي ان سي دونك لي زيبروف اكريت، وتنكلاسيو مثلا دوك لي جون المهم سويف ان سيرتان كلاسمون. دابا في الصيغه الجديده جو بونس ولات حتى واحد باردون، ففي الصيغه القديمه كنا تنديرو 3 كاتيجوري، مثلا تنقول دوك لي غون زادمي دونك لي زادمي ديسبونسي دورال والناس لي زادميسيبل. الوغ فهاد الصيغه الجديده ولات ان كلشي تيدوز ليكري وميم طون تندوزو لورال. الوغ في الصيغه القديمه لا كانوا مثلا لي غون زادمي مع دوك لي زادمي ديسبونسي دورال كانوا تيكونوا معفيين من داك اللورال دونك تي اكسيدون ديريكتومون، كانوا الناس ديال الادميسيبل تيدوزو عاوتاني لورال. الوغ في الصيغه الجديده ولا دونك لورال ولا اوبليغاتوار دونك على كلشي، دونك تن كلاس ديك الساعه دونك الكلاسمون فينال تيكون بازي على لا نوت اوبتوني في داك لي زيبروف اكريت و بوندري اون ميم طون مع هذيك لا موين زعما اوبتوني في دوك لي زيبروف اورال. الوغ ابخي مورا مثلا تيكونوا مثلا هاد لي نوت باردون هاد الكلاسمون هذا هو اللي تيخولنا من بعد اننا نختاروا دونك ليكول دانجينيور اللي غادي يلتحقوا بها. دونك سا ديبون دو شوز على لو كلاسمون ديالنا، وسا ديبون حتى على دونك لو شواش اش من ليكول بغينا. ودونك نورمالمون ما تحت تيكون ان كلاسمون بيان افونسي، ما تيحكم ديك الساعه تيكون حتى الاختيار تيكون ديك الساعه عنده نيفر في الاختيار نتاع دونك ليكول اللي باغي يلتحق بها. سمحات داكور. دونك اون فوا تيكون عندنا كما قلنا مثلا دونك لا كلاسي ديك الساعه تجي ديك ليتاب نتاع لافيكتاسيون تاع دونك ليكول. الوغ سولون دونك لو شوا ديالك سولون لو كلاسمون ديالك هما اللي تيخولك انك تلتحق بديك المدرسه اللي بغيتي. جو بونس كو انا حيت في دونك لونسيان دونك في السيستيم القديم كانت لافيكتاسيون ديك الساعه جو بونس لافيكتاسيون سيغ بلاس، تمشي حتى لديك ليكول اللي كانت تاورغانيزي مثلا داك لو سي ان سي وتبقى تختار ليكول ديالك مثلا سويفون لو كلاسمون ديالك. دابا ولات واقيلا كلشي اونلاين دونك ولات افيكتاسيون اونلاين فيها 3 ايتاب دونك جو بونس بروميير ايتاب دوزيام ايتاب تبقى تختار داك تكلاسي دوك لي شوا ديالك مثلا اللي بغيتي وسويفون داك لو كلاسمون اللي عندك هو باش تافيكتي دونك ليكول ديالك. المهم هادشي من بعد غتعاود تعرفو من بعد الى هذيك الساعه سي جامي التحقتو بفهمتني. الور من بعد دونك التحقت ب دونك بلي ام بي تي بالرباط بالمهد الوطني للبريد والمواصلات. واحد الحاجه جو بونس بالنسبه لي زاكسي كاينين دو فوا باش تاكسيدي لي ام بي تي، دونك كاينه لا فوا برينسيبال ولا لا فوا كلاسيك تنقولو باغ لي دونك بالاقسام تحت. كاين لي زاكسي اون باراليل بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا دوغ ولا دوس دونك دو اس تي اللي تلتحقوا بالسنه الاولى، المهم ا كونديسيون يكونوا مثلا عندهم زعما دونك جو بونس 3 مونسيون يكونوا اوبتونير 3 مونسيون وعندهم دي موين جو بونس واش 13 او بيان 14 دونك اكثر من 13 ولا 14 المهم اون سي تنعاود فيريفيو. وكاين اون سي حتى الناس اللي عندهم لا ليسونس تلتحقوا ديك الساعه بالسنه الثانيه تيكون مثلا عندهم واحد البورسونتاج نتاع دي بورسون دوك المقاعد من دوك المتابعه دونك عليها. الوغ بالنسبه لي ام بي تي باش نعرفوا بدا شكون هي ام بي تي de formation dans les ingénieurs dans le domaine de la télécom ou information تابعه للاينرت الوكاله الوطنيه للتقنيه الاتصالات. جو بونس تاسست في 1961 لو كور ديال الفورماسيون تاعها انا تفورمي دي جون بور اوبيري في لو دومين تاع لي تيليكوم دونك لي ريزو دونك le développement logiciel et machin ou mؤخرًا je pense donc عام هذا انها انستورات واحد دونك un nouveau régime ou bien des nouvelles filières donc filières et pour répondre زعما les besoins تاع المارشي في المارشي تاع الاي تي surtout انه عندنا مثلا alors 23 الفوق غادي يكون عندنا واحد الخصائص في الكفاءات اللي في قطاع ديال تكنولوجيا المعلومات و دونك ليها باردون سميني دا
الى كان ممكن تالي ونحاول نجاوبكم عليها نرجع اميزيو داكور. دونك دارت 7 تاع لي فيليير جداد ا سافوار دونك l'ingénierie donc des sciences des données, l'ingénierie donc de cybersécurité et confiance numérique, donc ingénierie cloud et IoT, donc et ingénierie donc développement des risques, et ingénierie donc des systèmes embarqués et services numériques, et ingénierie donc smart ICT ou aussi l'ingénierie donc innovation à moi. On va revenir en détail on a droit à la donc filière la chno l'objectif de la formation faire les filières. Donc, je pense pour la filière donc ingénierie des donc des sciences des données, la filière a dit ça m'a sert à former des profils dédiés au traitement de les données donc massives que ce soit donc l'écosystème de l'entreprise, en travaillant ou bien en utilisant des outils mathématiques donc statistiques élaborer des modèles mathématiques pour exploiter les données hadou pour vraiment ressortir de la valeur des données hadil qui sert donc comme un service de base pour مثلا une entreprise les donc les بها تتقيدي مثلا دوك لي شوا ديالها مثلا par exemple مثلا هاي فيسبوك par exemple راه دوك مثلا لي باج تنديرو مثلا جي ام ولا شي حاجه راه يسويف واحد سيرت واحد الموديل ماتيماتيك اللي تيحاول اناليزي مثلا دوك و على باس ديالهم تيعاود يعطيك دي مثلا دي باج سوجيري مثلا لي باج سيميلار داكشي اللي مثلا جاي الوغ هادشي داخل في المهم في الكونتكست نتاع دونك نقول ان داتا ساين داتا انجينير اوسي كاينه دونك لا فيليير دونك سيبر سيكوريتي كونفيوس نيميريك هاد الفيليير هادي تتمكن ان سيغا فورمي مثلا دي اون في الدومين ديال السيبر سيكوريتي pour assurer la protection des données et aussi donc le fonctionnement maintenant donc les infratechniques en garantissant la disponibilité des systèmes contre donc les cybercriminalités ou bien contre les attaques surtout pour les institutions maintenant financières ou bien pour assurer donc la sécurité des transactions par exemple les paiements en ligne. Donc je pense la troisième filière c'est donc l'ingénierie cloud et IoT ou l'ingénieur cloud et donc Internet of Things ou Internet des choses. Donc هذا sert à former des gens qui seront capables انهم يديروا le déploiement bien le stockage aussi donc la gestion ديال les données sur des serveurs les qui situent dans un center hors مثلا ديال داك الكونتكست ديال l'entreprise. مثلا شي ان بروفايدر كلاود اللي هو اللي تيتكلف انه يابيرجي مثلا دونك لي دوني ديال اي انتربريز الوغ هاد الناس هادو انهم كابابل انهم يحاولوا يديروا الكونسيبسيون يديروا دونك لا سوبرفيزيون ديال هاد لي بلاتفورم هادي كي سير او تريتمون زعما دو دي سي دوني الوغ لا كاتريام في دوزو لا كاتريام فيليير اللي هي انجينيري دو ديفلوبمون دي سيرفيس نيميريك دونك هاد لا فيليير هادي sert à former des gens dans le contexte classique c'est donc le développement c'est donc l'ingénierie de développement logiciel que ce soit développement web développement donc mobile donc elle sert à, donc à former des gens capables d'en élaborer ou de développer une solution logicielle donc pour répondre à un besoin donc besoin spécifique comme ça en entreprise. La cinquième filière c'est l'ingénierie des systèmes embarqués bien donc les services numériques alors la filière sert à former aussi des gens qui seront capables de la conception et de le développement des applications ayant des fonctionnalités relatives à la technologie embarquée surtout l'industrie par exemple automobile l'industrie aéronautique donc ces gens des ce qu'on appelle باش يمكنهم انهم يلعبوا على دونك لو هاردوير ولا السوفتوير ديال ديال واحد التكنولوجي امباركي دونك لا سيزيام فيليير سي دونك لانجينيور سمارت اي سي تي او بيان سمارت انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي دونك هاد لا فيليير هادي
sert à former des gens qui seront capables d'en dire donc la conception, le développement et la réalisation d'alliés, les architectures, les Kenny, surtout avec l'arrivée d'elle, par exemple, donc la cinquième génération. Donc Adnès sera capable d'en yahoulou instaurer les bases ou bien les normes, ce qu'on appelle un réseau intelligent. Et pour assurer une communication donc ultra rapide, surtout le contexte les objets connectés, donc les villes intelligentes et machin. Et donc la dernière filière, je pense, c'est l'ingénieur innovation et moi. C'est un profil un peu, un de deux casquettes. Tu connais un background technique, en même temps un background entrepreneur ou bien un background. Donc, un manager. Donc, le profil HADA sert comme un intermédiaire bien maintenant un client et bien maintenant les gens qui seront chargés de développer une nouvelle solution pour un client. Les tihaoulou tarjmou moins d'un client ou jo maintenant donc les gens qui développent une solution donc les technologies maintenant ou là donc les besoins fonctionnels c'est-à-dire que la solution nous voulons développer ou tihaoulou donc quand on aussi le pouvoir de négociation alors donc les composantes c'est-à-dire que l'application donc le logiciel alors d'abord Salina elle les filières نحن ندور جو بونس نهضر على لا موبيليتي كاين لا موبيليتي او تتسمى بالعربيه دونك الحركيه ديال لي معروف هذه معروفه دونك زعما او نيفو كاع ديال لي زيكول دانجينيور كو لي بي تي تقريبا 30% جوسكا 40% تاع الناس تيكملوا دونك الدراسه ديالهم على برا les leaders home donc l'MPT en partenariat donc les écoles qu'il y a je pense à la France qu'il y a au Canada qu'il y a les États-Unis qu'il y a je pense Tunisie donc qu'il y a aussi en Turquie باش الواحد يستافد من هاد لا موبيليتي خاصو يكون انه في العام الاول تنعتمدوا على ديك لا اكزون ديال دونك ديال العام الاول والعام الثاني الاس 1 الاس 2 الاس 3 بها باش ست بها باش تنح... بها باش نحاولوا دونك بها تنتبازوا عليها باش تنكلاسيو طوم ديال كل بينا نختاروا اللي بغينا نكملوا فيهم الدراسه ديالنا اي واحد الحاجه اللي ما تنساش هو البارتيكولاريتي ديال هذا لو سيستيم جديد وبيان ديال هذه لي نوفيل فيليير سي كو ماشي بحال في ديك الساعه ليبوك ديالنا حنايا تندخلوا العام الاول تيكون ان ترون كوم من بعد عاد تسبيسياليزاو في ذاك التخصص الوغ كو في هذا في السيستيم دونك سيستيم جديد دونك من لا بروميير اني تتخصص في ديك نورا سو سون دي فيليير ميتي ماشي زعما هي فيليير هكا اكاديميك دونك دي فيليير ميتي تتسمى انجينيور باغ اكزومبل داتا انجينير ولا تتسمى انجينيور كلاود اي او تي انجينيور من العام الاول صافي ديك الساعه تدخل تتخصص تتقرا زعما دوك لي ماتيير سبيسيفيك لذاك التخصص نتاعك يعني ا بوبخي تقريبا شي 30 حتى 40 واحد بار ما في لا كلاس هادشي ما تتلقاه غير في دي زيكول بريفي ولا شي حاجه الوغ كو ان اوتر ايبوك ديك الساعه كان تيكون ان ترون كومان حتى الدوزيام اني عاد ديك الساعه تيكون لي زوبسيون ديك الساعه اللي تبقى نختار وحاجه اخرى جو بونس على حساب لي زيكول تاع انهم تيجي انهم تيخدموا حتى على دي موديول زعما ابليكاتيف يعني مثلا ما تتكون ان موديل سبيسيفيك تتمشي تخدم على ان سوجي مثلا شي ان مثلا انتربريز عندها واحد البروبليماتيك دونك تتخدم انك ديفلوبي مثلا واحد السوليسيون اللي كي ريبون دوك لي بوزوان تاع ديك الانتربريز حاجه اخرى و دو بلوس انهم تجيبو دونك دي فاكاتير من دونك لو موند دونتربريز يعني غادي يقربهم اكثر من لي بوزوان ولا دوك الاحتياجات ولا داك اللي مثلا ولا داك الخصائص اللي عندوك لي زونتربريز دونك نوغ دوك التلاميذ دونك لي زيليف السيريموني يا خويا سولوش شاوني داكور ندوز
دوز نحاول نجاوبو على دونك لي كيسيون دونك الا كانوا منهم غنحاول نديطاي زعما دو بلوس ما عنديش شي حاجه سبيسيفيك يعني كا كيسيون واحد الحاجه باش نحاول نتفاهم عليها هو بالنسبه ل دونك الان زعما المارشي ديال الاي تي راه زعما شي حاجه اللي محركه وكاين واحد زعما تري كون دوموند على الناس ولا لي بروفيل اي تي كو سواي هنا في المغرب ولا على برا دونك دابخي لي زيكو ديال فايت في دونك لو سي ان سي كانوا مهم لي جون زعما راه ايزون اوبتي انهم يختاروا زعما زعما لي زيكول زعما تعطي واحد الفورماسيون في لانجينيوري انفورماتيك سواء لي ام بي تي لي ان سي اس المهم دوطخ زيكول دونك الفو الواحد انه يخدم والواحد يتبع داكشي زعما اللي باغي زعما انديبوندامون على مثلا زعما راه المحرك ولا هادشي اللي كاين الانجينيور اصلا في محطتها راه انا عنده واحد الباك جراوند انه غادي ما يطحن في مجال واخا سمعني دي كيسيون يسال يطلع الفور داكور هاك واحد الكيسيون قالك بليز عافاك شنو هي النسبة نتاع الباك اس في تي اللي تقبلو في لي كلاس جو بونس بوغ لا فيليير ام بي اس اي ام بي كاينين هي بوغ الناس اللي عندهم باك علوم رياضية وباك علوم فيزيائية جو بونس الاس في تي عندهم هما عاود شعبة ديال بي سي اس اي بي سي اس اي بي سي جو بونس يكون عندهم واحد 30% تقريبا في الشعبة ديال بي سي اس اي 30% ديال الناس ديال سيونس فيزيك وشي تقريبا 20% ديال الناس ديال العلوم الرياضية ما بور لا فيليير ام بي اس ام بي جو بونس ما كاينش اس داكور الور شحال هو الموان تاع لي كلاس بريب الى فان دو لي كلاس بريباراتوار هو ما كاينش شي موان هو ما كاين زعما ان بوين سبيسيفيك زعما الموان ديك تسمى تاع الباك وما تيعتمدوا على سيستيم ديال بحال سيستيم دو نوتاسيون تياخذوا مثلا دوك لا نوت اللي جبت مثلا في كيلكو ماتيير في ناسيونال ولا ريجيونال وتيحاولوا تيضربوا في دي كوفيسيون بها تيحيان كلاس بها ديون اللي غي ديك الكلاس بريبا مرحبا خاي مغرس نهضروا على اوكتو السؤال واش ما كايناش دوبل ديبلوماسيون في الام بي تي سي سي هي اللي كنت قلت لك ا بوبري تقريبا واحد 40% تاع لي جون اللي تيكملوا دونك لي زيتود ديالهم على برا فيك دي بارتنير اللي دايرين زعما دي بارتناريا مع لي ام بي تي كو سوا دونك في لا فرانس كاين جو بونس لينزيماك لينسيت تيليكوم بريتان زعما ايماشا كاين شيربروك في كندا دونك سو سون دي زيكول اللي كاين تعطوك دوبل ديبلوماسيون سيتادير تدير تقرا عامين في المغرب وتتعاود تزيد عامين اخرى وثاني يعني باش تتسالي تكون عندك ديبلوم تاع لي بين تاع ديك ليكول دونك بارتنير كهيتي في السيرومونيس أقرب السيرومونيس أها خرجت السيطرة مرز واحد شفت واحد الغمار بالنسبة لي كونديسيون ديال فينت في الام بي تي دونك راه تتكون كاينة دونك لانترنا كاينة لا ريستوراسيون مهم راه لا ميور زعما مهم داكشي فتا زعما لي زيكول لا ميور انترن ولا لا ميور ريستوراسيون اللي كاينه سي زعما اونيفو لي ام بي تي مي هذا سي با ان فاكتور زعما باش هو الواحد يتباز عليه انه غيختار دونك ليكول انا خويا عماد كي دايره الداخليه 5 طوال يا اخي اللي سول على دوبل ديبلوماسيون كاينه بجد وي افيكتيفمون تقريبا كما قلنا 40% تاع الناس السياسي الحمادي يقدر يعطيكم معلومات اكثر سي ترى بونسرا اون دوبل ديبلوماسيون واحد سي اون دوبل ديبلوماسيون في كندا
يقدر يعطيكم ويفيدكم اكثر في هذا الفولي هذا. سيل فو بلي، واش ما عندهم لا بوسيبيليتي تاكسيدي ان بي تي؟ لا، بالنسبه ل دونك دي كلاس بريبا ليكونومي عندهم هما دوطخ، دونك دي زيكول بوحدهم عندك لهم، دونك دوك لي سي جي، دونك لي سكا او لي زي ادور. بور لي بي تي سي بور لي جون اللي عندهم فيليير ام بي اس اي ou bien MP, Psi, donc les gens à TSI. La question, je connais les MPT, ou ma kish, c'est ma filière, c'est une filière. هو كل واحد مثلا فايش يرتاح، مثلا اللي عنده مع المات، ما عنده مثلا مع البروبابيليتي ستاتيستيك، زعما لا فيليير نتاع داتا انجينير سي لو ميور شوا. اللي عنده مثلا مع السيستم، دونك لانجينيور كلاود، زعما راه سا دومور لو ميور شوا. اللي عنده مع لو فولي ماناجمنت ولو فولي تكنيك، انجينيور انوفاسيون ا موا، زعما راه سي لو بون شوا. دونك اصلا كل فيليير زعما سي كومبليمونتير نتاع فيليير، يعني تقدر تلقى مثلا هما عندنا سات فيليير، يعني سات بروفيل تقدر تلقاهم في وسط ان ايكو سيستيم واحد، لا في وسط زعما ان سول انتربريز، يعني تيديروا دي خدمه باش زعما واحد تيكومبليتي مثلا الاخر. إما تهضر لينا على ديفوبس كون فيليير تري دوموندي في المارشي. الور دونك كيف ما قال سامي، الور اكتويلمون زعما بالنسبة على ديفوبس كون فيليغ تخي دوموندي في المارشي. الوغ من بين الحوايج اللي جات بيهم سيستم جديد تاع الام بي تي، انه كانوا دونك حوايج كنا ديك الساعة تنقراهم زعما اون اوتو فورماسيون، ما كانش حيت كان دونك لي فيليغ زعما ابار، من بينهم زعما ديفوبس اللي شي حاجة زعما اللي تخي دوموند اكتيلمون زعما في المارشي. مي دابا ولات زعما شي حاجه لي اوفيسيال، زعما كوميتون موديول غادي تقرا زعما لهاد الناس ولاد لي جينيراسيون دوك لي جايين. شحال تايهز كلاسمون بو لي بسي؟ بالنسبه لا كيسيون تاع السوق كاينه بزاف، شحال تايهز كلاسمون بو لي بسي؟ كلاسمون تاع السي ان سي ولا تاع لو كلاسمون بري بريبار؟ الكيسيون ديك ما زعما ما فهمتهاش مزيان. واخا واش اللي عنده باك تكنولوجيا كهرباء يمكن ليه يولج ليها؟ جاوبني عافاك. وي، اللي عنده باك نتاع تكنولوجيا، دونك تكنولوجيا كهربائيه ولا ميكانيكيه، يمكن لهم يولجوا لك الاقسام التحضيريه في الشعبه ديال تي اس اي، دونك تكنولوجي، ومن بعد يمكن لهم يلحقوا بالام بي تي. مي ماشي ما تلتحقوش بالشعبه اس ام بي، عندهم دي سونتر ديال الكلاس بريبا سبيسيفيك نتاع تي اس اي، الشعبات نتاع تي اس اي تكنولوجي سيونس لانجينيور. ويا واش كاين سي ايوب قال لك واش كاينه الميحه؟ ممكن تقول لنا فاك لي نوت ديالك في الريجيون ناسيو؟ البركه وصافي الله يكرمك. عفاك سيل فو بلي كلاسي لينا لي فيليير على حساب لي بلو دو اصلا. هاد لي فيليير هادو اصلا ما داروا بعدا، حتى راه داروا هما واحد ليتود نتاع المارشي، شافوا زعما دوك لي بوزوان نتاع لي زونتربريز اللي غيكونوا من هنا لقدام واحد 3 ans 5 ans، كلهم مطلوبين، ما كاينش وحده زعما مطلوبه اكثر من الاخرى. اصلا لو بروبليم اللي كانت تواجه لي بي تي هو الهجره، المهم ماشي تسمى، دونك هو اللي كل الاناليوجيا ديالها زعما تيمشيو بزاف على برا. دونك قالوا علاش ما نديروش واحد مثلا زعما ديتود اللي يفورمينا مثلا دي جون اللي يقدروا مثلا يخدموا زعما هنا اون طون في الماروك او ميم طون او ايور، حتى حد ما يقدر يدير كل شيء مطلوب. وي سي سا افيكتيفمون، حتى حد ما يقدر يدير شي كلاسمون كل شيء مطلوب. الوغ بالنسبه لو كلاس، جو بونس انا دابخي لي زيكو ديال، المهم
سي ان سي ديال العام اللي فات والعام اللي قبل، ولا جو بونس ليه العام اللي فات، كانوا لي جون زعما لي ميو زعما كلاسي، وكانوا اختاروا دونك لي ام بي تي، دونك لي ام بي تي دونك ما افوار واحد الكلاسمون يكون افونسي باش واحد تكون ديك الساعه عنده الاريح ديالو. غير هو واحد القضيه بتنذكر بها، ما الواحد مهم كان عندنا واحد المشكل هو بحال العقليه ديال القطيع، هو ان مثلا تنقولوا صافي المارشي مثلا خدام، ولا مثلا المارشي طالب مثلا هادشي، صافي هذاك السيد مثلا دار شي حاجه ديال الانفورماتيك، صافي مشيت انا ندير الانفورماتيك. زعما الواحد يكون شويه زعما يكون مستقل زعما في الاختيار ديالو، يكون انديبوندامون، حيت ما تعرف المارشي هذاك الشيء راه زعما تيكون فولاتيل اجيل ديما تيتبدل. زعما على ليبوك شحال هادي حتى لي زاني 2010 كان سيكتور تيليكوم كان محرك، كانوا ديك الساعه لي جون زعما تيختاروا تيليكوم. الوغ واحد الوقيته وصل تيليكوم داك كش عاود بان هادشي ديال لو دومين تاع لي ترافو بيبليك، جيني سيفيل سيفيل وصلت له واحد الانستا حتى هي عاوتاني دونك ستاغنون، عاود دابا الدومين انفورماتيك مي جي سيم با عاود لو دومين انفورماتيك، حيت راه ديما كاين واحد لا دوموند زعما تخي فور دوموند على لي بروفيل. شوف بور لي جون لي ما عندهمش مع الانفورماتيك سخون ديالهم لي بي تي، ما عندوش مع الانفورماتيك. الوغ لو كور لو كور نتاع كاع ديال هاد لي فيلي غادي راه سي باز على على الانفورماتيك. مي جو بونس كاين ديك لا فيليير انوفاسيون ا موا، زعما بلوتو كو زعما داك لو فولي تكنيك كتقدر على داك لو فولي مثلا تاع الماناجمنت، ولا لو فولي دونك نتاع الكومونيكاسيون. حاجه اخرى نسيت، حاولوا الدراري، المهم اللي غادي سورتو في دومين لانفورماتيك اللغة الإنجليزية لونجلي، راه بويسك لا دوكيومونطاسيون راه كلشي بلونجلي. الواحد يقرا مهم حنا خدنا لي بالا اون بليس، عاود حتى الفرونسي حيت الفرونسي مهم، ان مورا الباك راه كلشي تولي تتقرا بالفرونسي، ما تتبقاش ديك الساعة دونك لونجلي، ما تتبقاش زعما العربية. وحاولوا تخدموا على شكون ابل دوك دوك السوفت، المهم الواحد ملي تيكون ديك الساعه في نوك الانجينيور يحاول ينتيغري مثلا دوك لي كلوب، حيت انا انجينيور اون فان كونتر ماشي هيك اللي غادي يخدم، راه او ميم طون راه تيكون ديك الساعه في وسط ان ايكو سيستيم ولا في وسط اونتربريز، خاصو يعرف يكومينيكي مع الناس، خاصو مثلا يكون تكون تيتعطوا له دي ريسبونسابيلتي، وتتكون عنده واحد مثلا واحد البروبليماتيك خاصو يحاول انه مثلا يلقى لها حل. دونك هاد لي شوز هادو زعما ولا هاد لي سوفت سكيلز واحد يكتسبهم زعما ترافير دوك الانتيغراسيون مثلا ديال دوك لي كلوب اي ماشا. واخا هل يمكن للطالب فيزا الالتحاق بالاجازه وشحال مونسيون؟ وي وي يمكن الناس اللي عندهم دونك لا ليسونس يمكن لهم يلتحقوا في الدوزيام اني. بالنسبه للمونسيون انا ما متاكدش، الا كان شي واحد ياكد انا الفكره اللي عندي خص يكون او موان 3 مونسيون بالنسبه لي. ياسين قال لك التخصصات اللي كاين في الام بي تي ديجا كنت هضرت عليهم، المهم الا بقى اللايف مسجل يمكن لك تعرف، المهم تعاودر المهم كاينين سات فيليغ اللي كاين اللي كاين. عجبتني هاد ليكول كيفاش نقدر نجيبها؟ واش نصح اخويا انا باقي في الباك. الو راه يحيى، دونك كيف ما قلنا كاينين دونك دو فوا داك سي لي ام بي تي، كاينه لا فوا كلاسيك اللي هي سوا كلاس بريبا، سوا تكون عندك مثلا دوغ ولا دي اس تي باش تلتحق في بروميير اني، سوا تكون عندك ليسونس باش تاكسيدي من دوزيام اني. من بعد تدوز دونك الى كنتي تلتحق المهم بالاقسام التحضيريه تدوز داك لو سي ان سي، الفو دونك افوار ان بون كلاسمون. نحضر عليهم على لوطو فورماسيون واخا لي كور. انا لوطو فورماسيون دونك حنا في لونسيان ريجيم ولا في دونك دي زي ديالنا تقريبا لا بلو بار، المهم ماشي كاع في الطومي ديال لانفورماتيك راه توجور مسموح ديما كاين الجديد ديما، حيت داكشي غادي تلقى مثلا في القسم راه غير بازيك تعطيك هي توجهك تيقول لك ها شنو مثلا ها شنو كاين، ولكن انت خاصك عاود سي اطوا دو تمشي تكمل دونك تفورمي راسك على دي كون دي تكنولوجي جداد وعلى دونك شي حوايج دونك جداد. والدومين دانفورماتيك الفو توجور زعما في دونك سي لوتو فورماسيون و اتر توجور.
فوقاش كتدفع ليها بإجازة وشكرا. جو بونس في كل شهر تيكون جو شهر 7 ولا في لا فان ديال الموا 6، الموا 7 تيكون هما تيديروا واحد الانونس بور لي جون زعما على دوك لي موداليتي ديال لاكسي بور لي جون زعما ايسيو من لونيفرسيتي. دونك جو بونس في لو موا 6 لو موا 7 زعما الواحد يبقى زعما يطلع على دوك لي زانونس اللي تيتلاحو في هذيك لا بيريود فاش تيلوحو دونك لي زانونس. خويا سي لو بو اللي باغي يدير روبوتيك ابخي كلاس فين يقدر يديرها. بالنسبه لا روبوتيك كيف ما قلت كاينه واحد لا فيليير اللي سميتها انجينيوري دونك باركي. الوغ لي جون زعما انتريسي بار لو دومين زعما راه يقدروا يديروها ترافير هاد الفيليير هادي. Je pense. Alors, il a ma petite question. Moi, zama, n'hésitez pas à question d'examen que zama te pour les examens en privé. Un jour, comme zama, je serai toujours dispo. غير هو الخلاصه ديال القول حنا دابا هادشي حنا كاملين غير تنحاولوا نعطيكم زعما الماكسيموم ديال لي زانفو. زعما الواحد ديك الساعه هو يمكن له ديك الساعه سا ديبون على لي شوا ديالو، سا ديبون على شنو باغي، يمكن له يعاود يختار داكشي اللي باغي يكمل فيه. الور باش نحاولوا نحترموا التوقيت دونك اللي كاين راه ديجا 46 هنايا. واخا واحد الكيسيون واش تلمسيها اللي كيدوزو الناس ديال السي كيكون واحد في لو ماروك كامل، وواش على حساب الكلاسمون باش وي دونك ايفيكتيمون. دونك ابخي دونك لي دو زون ديال السي بي جي تي كون زعما سانسير لو نون ديالو راه سانت ان كونكور ناسيونال كومون تيدوزو كاع لي كونديدا اللي في المغرب كامل وبيه باش نكلاسيو مثلا هاد لي كونديدا. وابخي هاد الكلاسمون هذا هو باش تنختارو باش ناكسبو دوك لي زيكول دانجينيور ديك الساعة باش تنكلاسيو مثلا لي فيليير ولا دوك لي جيني اللي كاينين في كل ايكول. واش اللي عنده دي يو تي ممكن يوج ليها؟ واخا كيسيون تاع ياسين واش اللي عنده دي يو تي ممكن يوج ليها؟ الصراحة ما عنديش شي ايدي، اللي عندي ايدي هو بور لي جون اللي عندهم دوك ديبلوم دونك دي ستود دي يونيفرسيتي دو اس تي دونك تاع ديبلوم دي تود زعما تاع سيونس اي تكنيك. دونك الشباب الى الوقت تنظن اننا وصلنا لنهاية تاع اللايف هذا. المهم اي كيسيون نيزيتي با، انا راني زعما ديسبون بريفي وزعما نقدر نمشي نعطيكم اون ديتاي. و ايسي دو كونسيت تاع لي بي تي راه جو بونس غادي يكون فيها عاود دي زانفو اكثر، حيت انا جو في بارتي من داك لونسيان ريجيم ديك الساعه نوتر ايبوك كانوا دونك 3 فيليير، مي هاد لو ريجيم جديد راه جو بونس غيكون تاع لي فيليير جداد راه كلشي زعما ديكري في داك لو سيت. يلا شباب تهلاو نعم.